جول جول. اول اهداف المارد عن طريق المارد عبد الواسع المطري اللاعب اليمني اللي ظهر بشكل رائع تماما واستغل هجمة بداها حارس المرمى، هجمة مرتدة مثالية تألق فيها عبد الواسع المطري واستغلها بشكل رائع تماما واسعد الجماهير العرباوية بشكل جميل عن طريق قائد الفريق عبد الواسع المطري. عبد الواسع المطري وسع لنفسه أمام حارس المرمى واستغل تقدم لاعبي فريق نادي النهضة وعدم التوفيق في بعد الكرة الماضية ومهارته أيضا، وبالتالي وضع الكرة في الشباك. شوف عبد الواسع مر من مهند الحسني وبعد ذلك من سهيل الثواني وضع الكرة، وحاول بعد ذلك محمد خصيب ولكن الكرة وصلت الشباك ليتقدم العروبة بالهدف. والنهضة خطأ الآن لمصلحة فريق نادي العروبة، سيكون أمامية ولكن خطيرة تسقط في المرمى، جول جول. ثاني الأهداف لمصلحة نادي العروبة عن طريق المعتصم مبارك. المعتصم مبارك في كرة خادعت الجميع مدافعين ومهاجمين لتسكن الشباك ويسجل من خلالها نادي العروبة ثاني الأهداف بشكل رائع تماما عن طريق لاعب خط الوسط المعتصم مبارك. المعتصم لعبها باتجاه المرمى وبين المهاجمين، مرت من المدافع ومرت كذلك من أمام اللاعب المهاجم اللي ما لمسها، يبدو لي زومانا كوني. زومانا كوني هل لمسها أم لا في الكرة الماضية؟ الكرة تحولت داخل المرمى وبالتالي يتقدم نادي إبراهيم صالح. هل سيقلص الفارق؟ وهدف، هدف تقليص الفارق يأتي عن طريق اللاعب فرانك من ركلة جزاء. فرانك يسجل الهدف الأول لمصلحة نادي النهضة في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي من هذا اللقاء بركلة جزاء. هدف تقليص الفارق عن طريق فرانك الذي يسجل هدفه 11 في مسابقة الدوري، الهدف 11 في مسابقة الدوري. شوف الكرة وضعها في الزاوية البعيدة، حارس المرمى رغم طول القامة الحارس إبراهيم صالح ولكن لأنه هو يعني نوعا ما بطيء في ردة الفعل لهذا الحارس ميلة، لكن الكرة الماضية تزال مستمرة. سامي الحسيني جميل لعبد الواسع إلى سامي، جول جول. الله، هدف جميل جدا، ربما هو هدف الجولة، ربما هو بالفعل هدف الجولة عن طريق اللاعب سامي الحسيني. سامي ثنائية جميلة بينه وبين عبد الواسع المطري يستغلها بشكل رائع تماما ويضع الكرة بشكل جميل جدا في المرمى ليسجل فريق نادي العروبة ثالث الأهداف. يعني يا دوب النهضة يعني تنفس الصعداء بهدف التقليص الفارق أو الهدف الأول عن طريق اللاعب فرانك، يأتي اللاعب سامي الحسيني ليسجل الهدف الثالث بخطأ دفاعي، خطأ دفاعي بدأ اللاعب مانع سبيت. الكرة كانت من مانع بالخطأ لما لعبها بالكعب، شوف الكرة الماضية لعبها براس سامي ثم عادت له ثم لعبها أيضا عبد الواسع ثم لعبها في المرمى ليسجل الهدف الثالث ويتقدم نادي العروبة بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد. 3-1 هي أن سعود الفارسي يتقدم. السعودي سيكون عرضية خطيرة أمامية عالية ولكن تبعد، لا تزال مستمرة خطرة، جول. الله، عبد الواسع يوسع الفارق، عبد الواسع يضيف الرابع، عبد الواسع اليمني اللاعب المتألق مع الفريق العرباوي يضيف هدف رابع لمصلحة نادي العروبة. خطأ في الإبعاد من حارس المرمى والمدافع ليأتي عبد الواسع ليضع الكرة في الشباك ويتقدم العروبة بالهدف الرابع عن طريق عبد الواسع المطري الكابيتانو في لقاء اليوم. النجم اليمني يبزغ نجمه كذلك في سماء ولاية صور وأمام الجميع وأمام كذلك لاعبي نادي النهضة. شوف الكرة الماضية الخطأ في الإبعاد عن طريق البرازيلي ولكن بعد ذلك التسديدة القوية أبعدت أو تهيأت أمام اللاعب عبد الواسع المطري اللي وضع الكرة في الشباك في المرمى. لا والله كنت أتحدث عن البرازيلي، لا اللاعب البديل شبيب الحسيني. سيابي
محاولة تقدم المرور مع أحمد، يتقدم خطير عرضية، جول الله. الهدف الثاني يأتي عن طريق اللاعب أحمد السيابي. كوجاك يظهر بكل قوة في الكرة الماضية ويتألق وينطلق ليدخل المنطقة ويسجل ثاني الأهداف النهضاوية في لقاء اليوم. هدف ثاني عن طريق اللاعب أحمد السيابي، أحمد مبارك أو أحمد السيابي اللي انطلق في الكرة الماضية ودخل المنطقة وأرسل كرة قوية، حاول حارس المرمى في إبعادها ولكن ولكن الكرة الماضية تحولت داخل الشباك. هدف ثاني لمصلحة فريق النهضة. شوف تقدم وانطلاقة كوجاك وبعد ذلك الكرة القوية، فشل حارس المرمى في إبعادها بسبب قوتها، يعني لا يلام أيضا حارس المرمى حتى نادي النهضة. مع فرانك يتقدم تسديدة وهدف الثالث. الهدف الثالث يأتي عن طريق فرانك. فرانك يذهب أو يظهر في هذه اللحظات بطعم وبلون الذهب، وبلون الذهب يأتي اللاعب فرانك ليظهر ويسجل الهدف الثالث في الوقت المحتسب بدل الضائع. في الوقت المحتسب بدل الضائع يظهر اللاعب فرانك ويسجل الهدف الثالث. قلنا خمسة دقائق ربما ستشهد أشياء أخرى، ربما سيعادل النتيجة فريق نادي النهضة، والوقت المتبقي أيضا موجود، وهنا الفرصة والهدف الثالث عن طريق اللاعب فرانك الذي يضع ثالث أهداف فريق نادي النهضة في هذا اللقاء وثاني أهدافه الشخصية في هذه المواجهة، وبالتالي تصبح النتيجة 4-4.